النحت البارز، طريقة بنستخدمها علشان نعمل ملمس أو تصميم 3D في الحوائط بطرق يدوية، ونقدر نطبق ده بأكتر من طريقة، ونقدر نطبقه بالشكل اللي يتناسب مع أي اتجاه تصميمي أو طراز. وفن النحت البارز موجود من زمان جداً، من قبل كمان استخدام القدماء المصريين ليه، بس طبعاً زيه زي أي فن تغير بتغير الزمن، وظهرت فيه تقنيات حديثة وسهلة جداً في التنفيذ. النحت البارز بيتم باستخدام خامات زي المعجون أو الأسمنت، بيتغطى بيه الجزء اللي هيتعمل عليه شغل، وقبل ما بينشف بنقدر نتحكم في الملمس بتاعه وفي شكله بأكتر من طريقة، أشهرها عن طريق قوالب السيليكون عن طريق الرولات أو من خلال ستنسل أو يدوي. ممكن عمل وحدات زخرفية وممكن يتنفذ أو يتصب في ورشة أو مصنع وبعد كده يتثبت أو يتلزق على الحيطة أو يتنفذ على الحوائط مباشرة، سواء بإيد فنان أو عن طريق قوالب زي ما اتكلمنا أو عن طريق رول أو أي طريقة تانية. ونوع النحت ده بالمناسبة اسمه النحت الغائر، وفيه بنعمل التصميم بتاعنا هو اللي غائر عن مستوى الحيطة، على عكس النحت البارز